السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ممكن تكون عيد إن شاء الله لينا كلنا، فنقوم كده جهزنا عدتنا، جبنا المصحف بتاعنا، جبنا السبحة، جبنا جهزنا اللي هنسمع منه القرآن، هيعمل لنا صحبة. حتى لو انت قاعد لوحدك افتح اي برنامج ابليكيشن بيشغل قرآن، اعمل احتفالية لوحدك كده يعني. ففرصة النهاردة ان شاء الله نستشعرها. لو تعبان تذكر ان في اللي اتعب منك، مريض تذكر ان في الاكثر مرض، لكن الاهم ما تتذكره انك ان شاء الله هتؤجر اجر مضاعف لو انت قمت بالعبادات. العبادات احنا بنروض نفسنا فيها، هي الموضوع مش سهل، ان احنا يعني بيبقى صعب على ناس كتير ان هي مثلا تؤدي العبادات زي الصلاة العادية او كده، لكن لو درب هو محتاج تدريب بس وترويض. فعايزين نوصل كلنا لمرحلة ان شاء الله ان انت رايح تؤدي الصلاة دي بتحتفل ان انت رايح تقابل ربنا. يعني امتى نوصل للدرجة دي؟ اللي هو بترمي همومك كلها ورا ظهرك وانت رايح تتكلم معاه، تعيط معاه. يعني العلاج فيه، ممكن تلاقي في الصلاة دي العلاج ان شاء الله. فدي فرصة، انا بعتبر ان فرصة الاسراء، سوري، ليلة القدر ان شاء الله فرصة لعلاج تراكم احزان على مدى سنة مثلا او سنوات. فرصة سنوية بتجيلنا، فاحنا ان شاء الله نحاول نغسل ان شاء الله الاحزان اللي على قلوبنا تراكمت، والخوف اللي جه من الوباء اللي منتشر ان شاء الله ندعي اللي ابتدى يقرب لينا كلنا وانتشر. اللهم ندعي النهارده ان ربنا يكشف المرض ده عن كل البلاد وعننا وعن كل الناس، ويشفي كل مريض يا رب، وفك اسر كل اسير، وفك كرب كل مكروب، ويا رب يتقبل ان شاء الله ويجعلها النهارده ليله قدر، ويتقبل فينا دعائنا بظهر الغيب لنا كلنا يا رب.